this. اوكي طبعا خليك خليها كمان خلص تمام بعد ما خلصين المايكروفون اثنين نور الدين أجا كيف؟ كان أول مرة هي أول مرة بس ما يدري كلها تقديم يعني ثابتت الأقدام إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد الأخوة والأخوات المشاركين والمشاركات الأفاضل مع حفظ الألقاب والمسميات حضرات الضيوف الكرام أهلاً وسهلاً بكم في ورشة تطوير الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في فلسطين لمراجعة المسودة الأولى والتي نأمل خلالها من تحقيق أقصى استدامة من مشاركة أقصى استفادة من مشاركتكم معنا لهذا اليوم لنبدأ ورشتنا بالسلام الوطني الفلسطيني يليه دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار إننا وإذ نجتمع اليوم لنبدأ بسلسلة من الجهود والعمل المشترك نحو هدف أسمى وهو الحفاظ على التنوع الحيوي
والاستدامة لبيئتنا الفلسطينية، وإنه من دواعي سروري أن نفتتح هذه الورشة مع الدكتور عيسى موسى مدير عام المصادر البيئية، فليتفضل مشكوراً. صباح الخير للجميع، وأهلا وسهلا في جميع المشاركين شركائنا في الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية. يعني يشرفنا وجودكم بيننا للعمل على الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لعام 2050، وهذه الاستراتيجية تأتي تماشيا مع الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي وأهدافها التي يتم العمل عليها حالياً لما بعد 2020، حيث كان السلطة جودة البيئة من أوائل المبادرين لإعداد استراتيجية وطنية منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1999، رغم أننا لم نكن أعضاء في الاتفاقية الدولية في حينه، طبعاً لأسباب سياسية، إلا أننا بادرنا ومنذ يعني بداية السلطة والمؤسسات الفلسطينية للعمل على الحفاظ على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية في فلسطين، وذلك من أجل الحفاظ على مصادرنا الطبيعية. طبعاً كانت هذه الاستراتيجية هي كانت باكورة العمل في الحفاظ على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، ومن ثم طبعاً كانت هناك العديد من المؤسسات الأهلية التي أنشئت وساعدتنا في الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهدافنا للحفاظ على التنوع البيولوجي. بعد ذلك يعني نحن انضمينا للاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي عام 2014. في عام 2014 كانت هناك استراتيجية للاتفاقية من عام 2012 ل2020، وكان لهذه الاستراتيجية العديد من الأهداف، كانت تسمى أهداف آيتشي، وهذه الأهداف انتهت في عام 2020. طبعا هذه الأهداف لم تحقق، يعني العالم لم يحقق إلا جزءا بسيط منها على المستوى العالمي، لم يحققوا إلا نسبة 10% من هذه الأهداف، ولذلك ارتأت دول العالم والعاملين في مجال التنوع الحيوي أنهم يجب العمل على خطة طموحة للحفاظ على التنوع الحيوي على المستوى الدولي. وحاليا يتم العمل على إطار يعني يسمى إطار العالمي للحفاظ على التنوع الحيوي لما بعد 2020، وهناك طبعا اللي هي المسودات الأولية التي بدأنا نعمل عليها نحن في سلطة جودة البيئة مع شركائنا. وهذه المسودات يعني سيتم إقرارها في مؤتمر الإطراف 15 الذي سيعقد في مونتريال من 5 إلى 17 ديسمبر في نهاية هذا العام. إلا أننا في فلسطين يعني بدأنا خطوة متقدمة للعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية، ونأمل أن تكون استراتيجيتنا الوطنية هي أول استراتيجية سيتم تسليمها للاتفاقية بعد الانتهاء من مؤتمر الأطراف في نهاية هذا العام. طبعا نحن عملنا في العديد من المشاريع في موضوع الحفاظ على التنوع الحيوي، وآخر هذه المشاريع الهامة التي نعمل عليها حاليا وهو في طور النهاية اللي هي إعداد الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية، وهذا يتطلب طبعا تطلب من احنا اللي هو دراسات يعني زيارات ميدانية لتقييم واقع المحميات التي تم استلامها من الجانب الإسرائيلي والتي لم تكن مبنية على أساس علمي. يعني كان لدينا على المخطط المكاني 50 محمية في الضفة الغربية ومحمية في قطاع غزة. هذه 50 محمية قمنا بإعادة دراستها حسب المعايير الدولية، حسب المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمعايير الخاصة بالاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، وقمنا بالمساحات الميدانية للتحقق من هذه المناطق التي تم إعلانها إسرائيليا سابقا. وحاليا سيكون لدينا إن شاء الله شبكة وطنية محدثة يعني بمعلومات كاملة عن هذه المواقع، وسيتم رفع الحماية عن العديد من المناطق التي كانت مصنفة محميات طبيعية على المخطط المكاني من قبل طبعا التي استلمناها من قبل الجانب الإسرائيلي، لأننا عندما فحصنا الموضوع ودرسنا وعملنا الدراسات التفصيلية وجدنا بأن العديد من هذه المحميات كانت هي لأهداف سياسية استيطانية ولمنع الفلسطينيين من استغلال مصادرهم وأراضيهم. طبعا سنكون خلال هذا اليوم يعني معكم لعرض اللي هي الاستراتيجيات التي عملنا عليها والأهداف الاستراتيجية للاتفاقية، وبعد يعني الانتهاء من هذه الورشة اليوم سيتم تزويدكم إن شاء الله بالنسخة المعدلة ليتم الاطلاع عليها لمن يرغب، لأن الموضوع هو تخصصي بامتياز في موضوع حماية الطبيعة،
ونأمل منكم بعد أن يتم تزويدكم بهذه النسخة أن يكون هناك ملاحظات قيمة حتى يتم إدراجها قبل أن نقوم بتقديم هذه الاستراتيجية للاتفاقية الدولية. أود هنا طبعاً أشكر كافة العاملين في مجال التنوع الحيوي، شركائنا في المؤسسات الأهلية، لأنهم الذراع التنفيذي لنا في سلطة جودة البيئة، والذين يقومون بتنفيذ استراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا الخاصة بحماية التنوع الحيوي. وأود أقدم أبارك للأستاذ عماد الأطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية على انتخابه عضواً في الهيئة الإدارية لمنظمة البيرد لايف انترناشنال، التي نتمنى أن يكون لها طبعاً صدى إيجابي ويكون هناك نشاطات إضافية لفلسطين، حيث أن هذه المنظمة البيرد لايف انترناشنال هي منظمة عريقة تعمل في مجال حماية الطبيعة والطيور وعمرها أكثر من 100 سنة وتضم أكثر من 117 دولة على المستوى العالمي. طبعاً نتمنى التوفيق لكافة العاملين في هذا المجال، ونتمنى أن يكون هناك تعاون ما بين الأستاذ عماد وكافة المؤسسات العاملة في مجال حماية الطبيعة للاستفادة من وجوده في هذه المنظمة، ونقدم له المباركة مرة أخرى. طبعاً إحنا خلال هذا اليوم كما قلت راح نعرض الاستراتيجية وأهدافها التي تتوائم وتتوافق مع النظرة العالمية لما بعد 2020 للإطار العالمي للتنوع الحيوي. نتمنى عليكم المشاركة الفاعلة معنا في هذا اليوم حتى نخرج يعني باستراتيجية وطنية طموحة تلبي اللي هي الحفاظ على بيئتنا الفلسطينية وللحد من المخاطر والمهددات التي تعتري البيئة الفلسطينية. وشكرا جزيلا لكم جميعا. والآن ندعو البروفيسور مازن قمصية لإعطاء نظرة عامة عن المنهجيات المتبعة لإعداد وإنجاز هذه الاستراتيجية، فليتفضل مشكورا. مرة أخرى يعني شكرا للجميع للحضور، لأنه بدون عمل الجميع مع بعض لا يمكن إنتاج ما عملناه، يعني هذا هو الاجتماع بجوز أكثر من 50 اجتماع حصل وعدة ورشات رئيسية، هاي ورشة رقم 3 في إطار تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وربطها مع أهداف التنمية المستدامة في فلسطين وربطها مع العالم بصورة عامة. اللي راح أقدمه أنا هو تاريخ شوية مصغر عن الدراسة. برنامجنا اليوم هو يعني أنه نحكي عن منهجية العمل شوية، بعدين نحكي الدكتور عيسى راح يحكي عن النتائج المبدئية اللي حصلنا عليها، وثم راح نأخذ يعني استراحة صغيرة، وبعدها راح نعمل مجموعات منفصلة لدراسة الأهداف الرئيسية وخطط العمل يعني، ونمشي عليهم في هاي المجموعات، ثم نرجع لنجتمع مع بعض لدراسة ما نتج أو ما أعطي، حتى نكون بالصورة أين وصلنا وماذا نعمل كعالم. يعني دولة فلسطين هي جزء من هالكرة الأرضية يعني، والكرة الأرضية في وضع سيء يعني من ناحية بيئية، وحتى مع كل الاتفاقيات ومع كل النشاطات زي ما ذكر الدكتور عيسى انه في عنا إشكالية، انه مثلا اهداف اللي انعملت في ايتشي في مدينة ايتشي في اليابان لم يحقق جزء كبير منها، فيجب ان نشتغل بصورة اكثر جدية واكثر عملية واكثر واقعية. يعني هذا ما ترونه على الشاشة هو الخطوات اللي حصلت من 2000 لغاية 2020، وفي 2020 بدأ تخطيط لما بعد 2020 عالميا، يعني شو بدنا نعمل عالميا لحمايتنا مثلا من التغير المناخي، من التلوث، أمور أخرى اللي بتهدد البيئة. حصل كمان اجتماعات أحدث، والدكتور عيسى ومحمد محاسنة من سلطة جودة البيئة حضروا عدة اجتماعات عالمياً لتحديث هذا، ففلسطين لم تكن أبداً هي
يعني تتقبل ما يحصل من الخارج، كنا مشاركين أيضا بتحديث هذه الاستراتيجيات عالميا. يعني عالميا صار من تدخلاتنا في اجتماعات الصين، في اجتماعات في سويسرا حصلت وغيرها لتحديث هذه الاستراتيجية. هلا احنا في فلسطين عملنا شيء مهم جدا، انه طبعا قدمنا التقرير السادس، ما يسمى التقرير السادس هو عمليا في فلسطين التقرير الثاني، والتقرير الاول كان في اول سنة وقعت فلسطين على اتفاقية التنوع الحيوي، وكان هذا التقرير يعني مبدئي ومش مطلوب منا يعني. فهو فعليا التقرير السادس هو التقرير الاول الشامل لفلسطين، واللي نوضع على الويب سايت على موقع الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي. فهي كانت خطوة مهمة جدا حصلت بال 2021، انه حطينا انجازات في فلسطين، وخاصة الانجازات بين 2015 ل 2020 كانت انجازات مميزة جدا من ناحية التنوع الحيوي بفلسطين. يعني هنا بورجيكم مثلا في العالم، هذا من الاي بي بي اس، كيف قديش صار حماية وشغلات هيك. يعني مثلا حماية النظم البيئية فقط، يعني منلاقي 47% من النظم البيئية صار فيها تدهور وغيرها. فهنا في عندنا مشاكل يعني كثيرة في فلسطين نفسها. إذا منشوف إنجازاتنا بال 2015 وال 2020 من ناحية مئوية لا نزال زي بقية الدول. يعني في عندنا مشاكل بيئية أنتوا أدرى فيها حتى يعني بتعرفوا عنها لأنه بتشوفوها على أرض الواقع من ناحية التلوث والأمور هاي. كما تحدث الدكتور عيسى موسى، موضوع الإنجازات الفلسطينية اللي حصلت بين الاستراتيجية 1999 اللي كانت يعني هي استراتيجية مكتوبة بطريقة ممتازة جدا، للأسف الإنجازات فيها لم تكن كما نتوقع، يعني بسبب إمكانياتنا، بسبب الظروف السياسية، بسبب عدم السيادة على أراضينا وعلى محمياتنا وغيرها. فلم ننجز كثير منها في بين 2000 وال 2015. بعد 2015 صار في إنجازات أكثر، بما فيها نعمل بعض ما كان مشاريع مكتوبة بال 1999 انعملت ما بعد 2015، وخاصة آخر سنتين. يعني مثلا صارت دراسة على أنواع الحيوانات الغازية، النباتات الغازية، الدكتور أنطون خلية اللي معنا هنا وغيرهم عملوا هاي الدراسات. في أن الدكتور عمر دار عيسى عمل دراسة على البايو تكنولوجي والبايو سيفتي، الحماية البيئية والشغلات هاي. فكان في دراسات وخطط استراتيجية أقوى وأحسن في الفترة الحديثة هاي. فنحن في فلسطين يعني تتطور الأمور بطريقة أحسن. الآن لما نحكي عن شو اللي راح يصير للأمام، يعني إحنا في فلسطين يجب أن نحاول أن نقدم مثال للعالم. كما تحدث دكتور عيسى، يعني راح نكون أول دولة، وهذا شيء مميز، أول دولة تأخذ خطط ما بعد 2020 اللي هي تحديث لأهداف آيتشي اللي حصلت باليابان، وتحديثها وتكون مطبقة على أرض الواقع. يعني فهنا يعني ما سيحصل، هنا إذا بنطلع 1999 الأهداف الرئيسية كانت حماية التنوع الحيوي بفلسطين، استعمال التنوع الحيوي لفائدة الإنسان، تقوية المعرفة المحلية والخبرات المحلية، يعني بناء القدرات، ومشاركة الفائدة العلمية والفوائد من التنوع الحيوي بين الشعب الفلسطيني بصورة عامة، وتكوين مؤسسات
ويعني في عندنا حاليا اكثر من 30 مؤسسة تشتغل على حماية البيئة في فلسطين بطريقة ممتازة، وإن شاء الله تتطور أكثر. طبعاً في مناطق فيها نقص بهاي المؤسسات ولازم نقويها، وحكينا عن هذا كله في التقرير السادس اللي موجود الآن على الويب سايت، وفي الملخص بالعربي إذا بتحبوا نشارككم فيه. من ناحية المشاريع اللي طرحت بال 1999، يعني هاي المشاريع اللي طرحت وبعضها حقق، مثلا تكوين بعض المانجمنت بلانز لبعض المناطق المحميات الطبيعية، تكوين الاستراتيجية مثلا إذا بنحكي على القوانين والتشريعات الفلسطينية بال 1999 نزل أول قانون فلسطين لحماية البيئة، وحتى بالاستراتيجية الوطنية تبع 99 حدث عن أنه بدنا مشروع اللي يحدث القوانين والتشريعات الفلسطينية لحماية البيئة، وهذا عم يحصل حاليا يعني من سلطة الدولة للبيئة لتحديث المشاريع. بالنسبة لعملنا المشروع هذا اللي هو تحديث الاستراتيجية الوطنية، احنا في عندنا 8 نشاطات رئيسية بدنا نعملها، مفروض نعملها. المشروع انجزنا منه 5 نشاطات اللي هي يعني انا حطيت هون خط وين وصلنا. عملنا دراسة مكتبية وانسبشن ريبورت، يعني دراسة لمن سنقوم به. عملنا دراسات موثقة ودقيقة، يعني أكثر من 250 صفحة من الدراسات عن ما يحصل حالياً بفلسطين من ناحية التلوث، من ناحية المحميات الطبيعية، من ناحية كل النواحي اللي لها علاقة بالتنوع البيئي، التنوع الطبيعي الحيوي. درسناها بطريقة منظمة، وطبعاً لما بحكي إحنا درسناها كمجموعات، يعني مجموعات كلنا، يعني بما فيها منظمات الأهلية، الحكومة، المنظمات الأكاديمية بالجامعات زي الدكتور وليد الباشا وغيرهم بجامعة النجاح، جامعة بير زيت وغيرها. وكمان يعني عملنا قائمة بما يعني بالأطراف المشاركة المهمة اللي لازم تشتغل على الموضوع هذا، واستشرناهم وعملنا اجتماعات، راح أفسر بعض الأمور هاي بعد شوية. كمان تكوين الاستراتيجية، شو تكوين الاستراتيجية وكيف بدنا نعملها؟ عملنا عدة اجتماعات حتى نصل لمبادئ تكوين هاي الاستراتيجية وكيف نشتغل عليها وآلية الشغل عليها. هذا كله كان جماعي، مش من فوق لتحت، كان من تحت لفوق، يعني كل الناس شاركوا في هذا، وفي منكم كثير اجوا على اجتماعات سابقة حتى في القاعة هاي اللي تحدثنا عن هاي المبادئ وعملها. النشاط الرابع اللي هو تكوين قدرات سلطة، تقوية قدرات سلطة جولة البيئة في موضوع GIS، النظم الجغرافية والريموت سنسينج، وهذا برنامج مهم جدا لأنه هاي الطرق الحديثة مهمة للتخطيط والاستراتيجيات، وهذا عماله بيحصل حاليا، ونحن بنتحدث حتى بكرة في يوم الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لعدة أسابيع في تدريب على النظم الجغرافية بصير عندنا في المعهد اللي خالد سالم من سلطة جولة البيئة كمان بيشارك فيه وآخرين. النشاط الخامس هو تكوين الاستراتيجية نفسها والأكشن بلان، وهذا الجزئية اللي خلصناها جديد، وهي أهم جزئية بجوز لأنه هي درافت، يعني هي مسودة، وهي المسودة اللي بدنا نراجع اليوم النشاطات والأكتيفيتيز اللي لازم نعملها. فهنا وصلنا، يعني بضل في عندنا 3 شغلات نعملهم للأمام، اللي هي تكوين يعني اعتماد هاي الاستراتيجية واعتماد آلية تطبيقها، وثانيا اللي هو انه نبدأ نبني المؤسسات والنظم القانونية وغيرها لتطبيق هاي الاستراتيجية.
بعد هذا آخر اكتيفيتي بنعمل ورشة عمل أخيرة بنراجع فيها كل شيء إنه حققنا هاي الإنجازات. كنا شوية مرنين في الموضوع، والمرونة مهمة جدا لأنه بتجيك احتياجات عبر العمل بنكتشف أشياء كثيرة. فعملنا فوكس جروبس مثلا نشاطات مع سلطة الدولة البيئة أسبوعيا، الليجل كونسلتنسيز مراجعة القوانين والتشريعات الفلسطينية عمالها بتصير حاليا، حكينا على البايو سيفتي اللي صار ومع الانفاسيف سبيسيز والبروتكتد اريا نتورك اللي هي شبكة المحميات الطبيعية اللي تحدث عنها الدكتور عيسى اللي مع الاي يو سي ان، وهذه ان شاء الله بتخلص قريبا يعني بنعتمدها قريبا. وبعدين عملنا يعني عدة نشاطات أخرى بالموضوع هذا. فشو اللي بدنا نعمله هو إنه نراجع هاي الأمور اليوم. في عنا عملنا يعني ورشات عمل، مثلاً ورشات العمل هاي اللي شاركت كثير منكم فيها 28 ورشة عمل لحد هلا. رقم 29 راح تكون يوم الخميس هذا، ومنشجعكم تشاركوا كل يوم خميس الساعة 11 نعمل ورشة عمل عن مواضيع مختلفة. منكم كثير كمان قدموا بعض ورشات العمل، هاي أمثلة على ورشات العمل. ورشة السابقة الأسبوع الماضي كانت عن تعليم البيئي باستعمال المتاحف، وقدموا ناس من لندن خبراء الموضوع هذا. ويوم الخميس هذا راح يكون في ورشة عمل عن التنوع اللي موجود في التربة، الحيوانات والنباتات الموجود في التربة، وفي شبكة عالمية عن التنوع الحيوي بالتربة راح تكون فلسطين تشارك فيها، وهي أول دولة عربية راح تكون جزء من شبكة التنوع الحيوي في التربة، وأهمية التنوع الحيوي في التربة لأنه كمان هي مهمة للزراعة وأمور زي هاي. فهنا مثلا أمثلة على الناس اللي قدموا بعض الورشات اللي قدمناها. بعدين عملنا أكثر من 14 اجتماع مع وزارات وحكومة وأمور أخرى حتى نأخذ أفكارهم. كمان شاركنا في نشاطات عالمية كسلطة الجودة البيئة مع معهد فلسطين للتنوع الحيوي. هاي بعض النشاطات اللي شاركنا فيها، يعني من أكثر من 40 نشاط عالمي اللي له علاقة بالاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي. مثلاً بطلع على آخر 4 نشاطات بشهر 8 وشهر 9، دول أمثلة. يعني هو بشهر 8 وشهر 9 حضرنا حوالي 12 نشاط عالمي. بس مثلاً عملنا نشاطات على موضوع القائمة الحمراء والأمور هاي، عملنا عن استعمال الأراضي، عن ما يسمى International Designated Areas اللي هي مناطق محددة عالميا، سواء مناطق محددة زي مناطق التنوع الحيوي، المناطق المهمة للنباتات للطيور للثدييات زي المحميات الطبيعية وغيرها. وكمان في بوزارة التعليم كمان دعونا نتحدث في موضوع البحث العلمي وأهميته في هاي الأمور. نحن لا نخترع العجل طبعا بفلسطين. بدي أقول لكم أكثر من 1200 وثيقة درسناهم للاستراتيجية الوطنية وويب سايت بما فيها طبعا أهم وثائق هي الوثائق اللي جاية عن الاتفاقيات الدولية. هاي بعض اللينكس لهم. مثلا وأهم شغلة هي اللي لسه مش جاهزة، احنا بنشتغل بالتوازي معها، اللي هي استراتيجية ما بعد 2020 كان لازم تكون جاهز بال 2020، بس بسبب الكوفيد والأمور هاي ما جهزتش. فاحنا بنحاول انه كل شيء يكون عندنا جاهز هلا ما بعد 2020. هذا ما كتب انه التنوع الحيوي مهم، والاستراتيجية 2050 كما كتبت من الاستراتيجية الدولية احنا بنتبعها. كمان مرة ثانية ما بدنا نحط نظرة فلسطينية، يعني طبعا بنحورها شوية
لتتلائم مع واقعنا الفلسطيني. أعطيكم مثال، مثلا عالميا في 5 مهددات للتنوع الحيوي زي التغير المناخي، التلوث، تدمير الموائل، الحيوانات، الكائنات الغازية، والاستهلاك المفرط. هذول 5 شغلات احنا بنزيد عليهم بفلسطين. نقطة سادسة اللي هي طبعا الاستعمار الإسرائيلي اللي بيأثر على بيئتنا. فهناك بعض الخصوصيات لفلسطين اللي بنعدلها، لكن نبني على النظم العالمية يعني. وهنا الجولز الرئيسية لبعد 2020، الأهداف العليا لبعد 2020. وإحنا راح يكون عندنا الأهداف اللي 4 شبيهة فيهم بعض التعديل لفلسطين، الجولز اللي موجودة عندنا. بعدين في 2020 وما بعد كان هناك يعني تارجت محددة، 21 تارجت احنا عملنا منهم 17 اللي هم ما لهم علاقة بفلسطين وغيرنا فيهم، بس هم بيجوا تحت أطر 3 عالميا اللي هم تخفيف التهديدات للتنوع الحيوي. هناك 8 من 21 الملائمة مع احتياجات الناس واحتياجاتهم من التنوع الحيوي، وتكوين يعني أدوات وعلاجات من أجل تطبيق هاي الاستراتيجيات العالمية. وفي 8 أشياء فرعية منها، وهذولا يعني بديش أدخل فيهم بالتفصيل، موجودات موديلكم هنا أو تنزلوهن على الويب سايت تبع CBD اللي هم الجايدلاينز، كيف آلية الشغل، كيف لازم نشتغل حتى نكون الاستراتيجية الوطنية. احنا اتبعنا هاي المنهاج اللي هم بحددوه اللي بيشمل 22 شغلة لازم نطلع عليهم. مثلا اذا باخذ هذا اللي هو مونيتورينج اند ريفيو، يعني مراجعة، وكيف بدنا احنا ما بدنا نحط استراتيجية نحطها على الرف وتجمع غبرة. احنا بدنا استراتيجية اللي تطبق على ارض الواقع وتنتج النتائج المتوخاة منها. فهنا شو تكوين الآليات ووضع المسؤوليات ووضع المسؤولين تحت الضوء. انتوا عليكم تعملوا ألف وباء وسين بتاريخ ألف وباء وسين، وهذا مهم جدا انه نعمله. اذا بنطلع على فلسطين زي بنطلع على اي مشكلة عالمية، في لها علاجات، في لها طبعا تشخيص. مشكلتنا احنا كثير مرات بنضوع وقت كثير ومنركز كل شيء 99% فقط على التشخيص وليس على العلاج. العلاج ممكن، وممكن انه نعالج هاي 5 التهديدات الرئيسية بالعالم اللي حكيت عليهم، نضيف عليهم تهديد الاستعمار بفلسطين. وكيف الأهم من هذا هو أنه نصل للأخضر اللي تحت اللي هو تحديث الاستراتيجية لعلاج هاي 6 شغلات عندنا بفلسطين. وهذا يتطلب طبعا مراجعة دقيقة ومشاركة من الكل. لا يمكن عمل هذا من جهة واحدة، سواء سلطة جنوبية أو مؤسسة واحدة أو شغل زي هيك. بده يكون كل المؤسسات وكل الوزارات المعنية أن تكون مشاركة فيه، وطبعا يتبع الاستراتيجيات العالمية. أيضا يتبع اللي هو خطط التنمية المستدامة اللي فلسطين كمان وافقت عليها وبدها تشتغل عليها، التنمية المستدامة. فهنا بورجيكم الأشياء اللي من التنمية المستدامة اللي لهم علاقة بالتنوع الحيوي وحمايته. وإحنا بدين يعني لما كتبنا وراجعنا النشاطات الأكشن بوينتس اللي بنشتغل عليهم، حاولنا إنه نغطي كل الأشياء هاي اللي مطلوب منا. لما طلبنا من الاجتماعات هاي 28 اجتماع ورشة عمل زائد يمكن أكثر من 50 مجموعات فوكس جروبس مع سلطة الجوية البيئة، وأربع ورشات عمل رئيسية يعني هاي الرابعة مني، والاجتماعات الدولية اللي شاركنا فيها، كنا دائما نخلي هالخمس أسئلة في بالنا. ليش مهم جدا نخلي الأشياء تكون دقيقة من ناحية الأكشن بوينتس يعني.
إذا واحد بيحكي مشكلة مثلا في عنا زيادة في المواد الصلبة اللي بنرميها في الطبيعة اللي بتأثر على التنوع الحيوي، لازم نسأل حالنا الخمس أسئلة هذول حوالي المشكلة هاي. شو سبب المشكلة؟ كيف شو النشاطات اللي ممكن تغير هاي المشكلة؟ شو الميكانيزمز الآليات اللي ممكن نشغلها حتى نغير هاي الإشكالية؟ وشو يعني مين مسؤولية مين وشغلات زي هيك. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها إنه وبركز عليها كمان لأنه مهم جدا نفهم إنه في شيء اسمه سينرجي. شو سينرجي بالعربي دكتور عيسى؟ يعني إنه كيف المؤسسات المختلفة بدها تعاون بتحقيق هذا الشيء، مش مسؤولية سلطة الدولة البيئة لحالها أو مسؤولية وزارة الزراعة حتى الزراعة، كل شيء مربوط في أشياء أخرى، فكل شيء بده يكون فيه ترابط معهم. هذا كمان دخلناه يعني، وفي عندنا حوالي 5 صفحات تحكي عليه من ضمن الاستراتيجية. فلسطين كمان راح توقع إن شاء الله على اتفاقيات دولية ثانية، وهي بعض الاتفاقيات اللي اقترح إنه توقع عليها فلسطين من ناحية أولوية التوقيع اللي ممكن تساعدنا. بس لما نوقع على اتفاقية زي ما وقعنا على اتفاقية التنوع الحيوي، في التزامات لها وفي فوائد لها، لازم نستغل الفوائد هذولا، وإحنا مش مستغلين كفاية من الاتفاقيات الدولية، ولازم كمان نتبع التزاماتنا من هاي الاتفاقيات، سواء اتفاقية التنوع الحيوي والشغلات هاي. أظن هيك يعني بكفي، فشكرا لكم على استماعكم. والآن ندعو الأستاذ محمد محاسني مدير دائرة التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية لإلقاء نظرة عامة على النتائج لهذه الاستراتيجية والتقسيم إلى مجموعات حسب الأهداف، فليتفضل مشكورا. طبعا انا هعطيكم نبذه مختصره عن الاستراتيجيه الاهداف الرئيسيه، وبعدين راح ننقسم للمجموعات اللي راح نشتغل عليها بعد البريك ان شاء الله. طبعا الرؤيه الاساسيه اللي وضعناها لاستراتيجيتنا زي ما حكى الدكتور بالتناغم مع الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وبالتناغم مع الرؤية الاستراتيجية للاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي اللي هو الحياة في انسجام مع الطبيعة. طبعا احنا رؤيتنا متماثلة ومتكيفة وطنيا، بحيث انه بنقول بحلول عام 2050 تتعايش المجتمعات البشرية والطبيعية في وئام، حيث يتم تقييم التنوع البيولوجي والحفاظ عليه واستعادته واستخدامه بحكمة، والحفاظ على خدمات النظام البيئي، والحفاظ على فلسطين صحية، وتقديم الفوائد الأساسية لجميع الناس. الرسالة لهذه الاستراتيجية، تضع الاستراتيجية وخطة العمل الوطني للتنوع الحيوي في فلسطين المعايير والشروط والبرامج التي تتم مراجعتها كل 5 سنوات لتحقيق الرؤية المنصوص عليها من خلال التخطيط الاستراتيجي التشاركي والتنفيذ وبناء القدرات والتعميم وسد فجوات العلوم والسياسات والممارسات. طبعا هذا سكيلتون بوضح لنا اللي الترابط ما بين اللي هي الفيجن والميشن والاستراتيجيك اوبجكتيفز، وعديها بننزل للجولز بعدين التارجتس، وتحت التارجتس او الاهداف
المرتبطة بالزمن راح يكون عندنا اللي هي الأكشن بلانز اللي راح نشتغل عليها في المجموعات إن شاء الله. طبعاً اللي عندنا في البوست 2020 Global Biodiversity Framework في عندنا 5 أهداف استراتيجية، في عندنا 21 تارجت، لكن عندنا إحنا زي ما حكى الدكتور عندنا 4 أهداف استراتيجية بتغطي الأهداف الخمسة هذه متكيفة وطنياً، وعندنا لحتى الآن 17 هدف وطني اللي ناشونال تارجتس اللي إحنا رايحين نشتغل عليها. طبعاً الهدف الاستراتيجي الأول اللي هو زيادة تدابير الحماية والحفظ لوقف التدهور وتقليل فقدان الأنواع والموائل. الهدف الثاني اللي هو تعزيز خدمات النظام الإيكولوجي، أو مصطلح ثاني كمان تم اعتماده من قبل الإطار العالمي، المساهمة الطبيعة للناس والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن عناصر التنوع البيولوجي. والهدف الثالث تعميم وحفظ التنوع البيولوجي على جميع مستويات المجتمع بطريقة شاملة والتشاركية. طبعا لما نحكي على جميع مستويات المجتمع بنحكي من القطاعات الحكومية والمنظمات الأهلية والمجتمع، فئات المجتمع بشكل كامل. والهدف الرابع اللي هو تحسين الحوكمة والتعاون وحشد الموارد المالية للتنفيذ. هذا تقريبا يعني باختصار الاهداف الاستراتيجيه اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا ان شاء الله رايحين قبل البريك بس نعطيكم فكره، رايحين ننقسم الى 4 مجموعات حسب الاهداف اللي احنا ذكرناها، 4 اهداف كل مجموعه بدها تشتغل على هدف من الاهداف. اكبر هدف هو الهدف الاول، الهدف A، والعدد الاكبر بدنا اياه يكون مختصين وخبراء فيه بشكل اساسي، والهدف بي بيجي درجة ثانية، بعدين الأهداف الأخرى يعني بتكون مفتوحة للجميع. في النقاش والمداخلات والعمل في المجموعة في عندنا وقت محدد، عندنا وقت محدد عشان إحنا ما نأخركوش وما نطلش عليكم، راح يكون التركيز فقط على الأكشن بلان، على الخطط أو النشاطات المقترحة اللي إحنا ممكن نضيف عليها نعدل عليها. إذا عندكم إضافات، عندكم تعديل، عندكم أي معلومات إضافية تحب تضيفوها، كل نشاط او كل اكشن بلان راح ناخذ فقط دقيقه ونص، بدناش ناخذ اكثر عشان احنا يعني نقدر نستغل الوقت بطريقه صحيحه. والان احنا بندعوكم تاخذوا استراحه ربع ساعه ولا اكثر، ربع ساعه، وان شاء الله بنرجع بنبلش نشتغل على المجموعات. يعطيكم العافيه. تمام، يعطيكم العافية. هلأ التعليقات الموجودة هون بالسلايد اللي مبينة أو بالدوكيمنت هي track changed اعتماداً على المناقشة اللي صارت بتيم دي اللي احنا نحكي لها objective دي. غيرنا شوي بالobjective itself اللي هي strategic objective أو strategic goal. Improved governance partnership بدل اللي هي cooperation اعتماداً على النقاش اللي صار and resource mobilization. The goals or milestones. ننتقل لتارجت 16 which is restructuring entities that are engaged in biodiversity research, education and etc. تم التغيير بأكشن 16.1 create a national biodiversity oversight committee of effective partners. كان هذا تعليق كثير مهم. And stakeholders to manage كمان تم إضافة اللي هي كلمة الإدارة على الأكشن 16.1 and implement NBSAPs. 16.2 ظلت تقريباً زي ما هي، develop programs for capacity building for government officials. 16.3 develop programs and training for training of school teachers and professors to teach courses and modules related to biodiversity. 16.4 revisit signed agreements that harm environment and study to adjust or withdraw from and to implement related obligations of those agreements. فتم هون كمان الإضافة بعد النقاش. Action 16.5 ظلت زي ما هي، join 4 international treaties after ensuring proper mechanisms. Action 16.6 تم التعديل هون اعتمادا على النقاش، reforming بدل restructuring of not only EQA but others as well. So reforming governance and administrative organization of relevant sections of EQA and other relevant governmental organizations
to ensure qualified staff are handed appropriate jobs, build other staff via capacity buildings, and etc. Action 16.7, develop programs to encourage further work through regional and global networking with relevant entities. كمان هون كان التعليق إنه عم نحكي عن entities. 16.8, develop programs to enhance the capacity of relevant executive branches of the government. اللي هي الجهاز التنفيذي. Action 16.9, تم شطبها بالكامل اللي هي كانت عن الـ FDA. Action 16.10, develop NGOs or introduce branches of existing environmental entities in poorly served areas and activate existing ones to conserve nature. فهي كمان تمت الإضافة إنه إحنا بنعمل تفرع للإشي الموجود بالإضافة إلى تشغيل اللي ممكن نحكي عن إشي عن المؤسسات اللي مش شغالة. 16.11 كمان تم شطبها بالكامل عن الـ GNCC اللي هي الـ Joint Nature Conservation Committee. Action 16.12 ضل زي ما هي developing plans for regular contact between researchers. 16.13 كمان زي ما هي develop a plan to monitor implementation of agreed policies. 16.14 و 16.15 هي اللي تم التعديل هون بشكل كبير. Action 16.14 صارت to introduce program for oversight including transparency, monitoring and evaluation outcomes and finalization for environmental entities to enhance effectiveness to implement ال NBSAP. تم إضافة action 16.15 بعد النقاش develop a coordination and oversight mechanism for all projects related to biodiversity to ensure complementation or completion, lack of redundancy, transparency, and appropriate oversight. Data also shared on CHM, the clearinghouse mechanism, وهي موجودة كمان في نقاط أخرى اللي تحت objectives تانية. Goal D, mobilize enough resources. Target 17. عم نحكي عن action 17.1, 17.2, and 17.3. ما تمش التغيير. تم إضافة action 17.4. All budgets for projects and institutions dealing with biodiversity should be transparent and publicized, including their outputs and outcomes. كمان مرة بنرجع نأكد على including اللي هي CHM, clearinghouse mechanism. Other actions included in other groups, for example, colonial responses, الاستيطان تحت an objective, a strategic goal ثانية. Dealing with polluting materials also موجودة ب another strategic goal اللي راح يتم نقاشه كمان شوي. ويعطيكم ألف عافية. تحكي عن clearing house mechanism شوي؟ في نقاش ولا كيف هسه؟ اوكي هلا بالنسبه للمشروع الكليرنج هاوس ميكانيزم هو عباره عن ويب سايت بيتم فيه تبادل المعلومات الخاصه بالتنوع الحيوي لجميع البلدان العربيه ومن ضمنها دوله فلسطين. فهذا الموقع بيتم اضافه التقارير والاستراتيجيات الوطنيه واكشن بلانز الخاصه بالتنوع الحيوي وهيك بنتعرف على جميع المعلومات الخاصه بالتنوع الحيوي سواء لنا للفلسطين وللدول والمناطق الأخرى. المجموعة رقم 3. الهدف جيم تعميم وحفظ التنوع البيولوجي على جميع مستويات المجتمع بطريقة شاملة وتشاركية. صارت تفضلي. يعطيكم العافية. إحنا الجروب سي كان عن تعزيز ومشاركة التنوع الحيوي على جميع المستويات في المجتمع. الجول تبعنا كان بناء القدرات والمعرفة منحققه من خلال تو تارجت. الأول إنه إنتاج المعرفة والبحث العلمي والثاني كيف نوزع هاي المعرفة اللي تم إنتاجها. فشكراً للجروب مشينا على جميع النقاط ناقشناهم
اتفقنا على البعض منهم انه كيف نعدل عليها تكون اكثر سبيسيفيك وتحقق الهدف اللي بدنا اياه، وبعض النقاط بدنا ندمجهم. مثلا في عنا تارجت 14 مثلاً، عندنا نقطة الكاباسيتي بيلدينج أكثر من واحدة كانت موجودة، فاتفقنا نسويها في نقطة واحدة، وبعدين تحت الكاباسيتي بيلدينج نحط التاسكس المختلفة كيف منا نسويها. زي مثلاً عندنا النقطة 6 ندمجها مع 9 و10، إنه يكون كاباسيتي بيلدينج في مواضيع مختلفة، منها التاكسونومي ساينتيفيك على الجي اي اس تريننج وإلى آخره. عندنا في نقطة 12 بحكي انه develop a center for soil biodiversity، فاتفقنا انه مش بس على المستوى السويل، centers اكبر لدراسة البيودايفيرسيتي، يعني كل الاشياء المختلفة. target 15 النقطة الاولى اتفقنا انه هي المفروض تكون مع target 14 نرفعها لفوق. في نقطة 3 15 3 mass communication strategies، إنه تكون في تكامل بين الإعلام والتربية والتوعية حتى نحقق الأهداف تبعتنا بالشكل الصحيح. في الموبايل educational units، إنه حكينا إحنا طورنا في المتحف وحدة تعليمية متنقلة نصير نروح فيها على المناطق المختلفة اللي هما ما بقدر يوصلوا للمعارض العلمية والمتاحف ويتعلموا عنها، فاتفقنا إنه لما إحنا بدنا نروح في هاي المعارض تبعتنا نأخذ أنواع عينات من منطقة ما تكونش موجودة في المنطقة الثانية، يعني طالعين مثلا من بيت لحم على جنين ناخذ أنواع نباتات إنها موجودة في بيت لحم بس مش موجودة في جنين، فهيك منفرجيهم التنوع الحيوي بشكل أكبر. آخر نقطة كانت عن الهواة الشباب اللي بيكونوا في المجال البيئة ولا آخره، فصرنا نحط في أفكار كيف نسوي برامج نزيد أعداد هاي الهواة ونفتح لهم مراكز اللي تبني قدراتهم تحضنهم ويقدروا أكثر يشاركونا في مواهبهم ويستفيد المجتمع منها. بس شكرا. يعطيك العافية. بالنسبة للإنهانس إيكوسيستم سيرفيسز اللي هي الاستفادة من خدمات النظم البيئية وتشارك العادل للمنافع منها، على هذا البند بتضمن 2 تارجتز، تارجت 12 وتارجت 13. التارجت 12 بيحكي على develop policies and procedures to enhance الإكويتبل بنفيت شيرينج فروم نيتشر، ولكن في نفس الوقت نضمن اللي هو حماية التنوع الحيوي. هلا في هذا في عندنا الأكشن بوينت الأول. في الأكشن بوينت الأول هو بيحكي على موضوع الديفلوب إيكوتوريزم. هذه كانت النقطة الرئيسية، هي مزبوط بده يكون في ديفلوب للإيكوتوريزم ومتأكد من حماية الطبيعة، ولكن لازم يكون في عندنا إعادة أكثر. إحنا لما بنحكي على الإيكوتوريزم على المسارات البيئية الموجودة، فلازم يكون في إعادة تقييم لكل المسارات البيئية، وإعادة التقييم هاي بتعطينا وين في مسارات مزبوط هي لازم تكون موجودة، وين في مسارات لا هي خطأ بدها إعادة تحديدها، هل بدها يتم تطوير لهاي المسارات، هل بدها إعادة تأهيل، هل هي بحالة ممتازة، كمان مدى تأثيرها على التنوع الحيوي وغيرها من هاي الأمور. فكل هاي الأشياء بتتم بعد ما يصير في إعادة تقييم للمسارات، وإن هذه النقطة يتم تعديلها بما يتضمن أن يكون في إعادة تقييم للمسارات ضمن التارجت اللي لل 2030 لل 2050 بهذا الاتجاه. الحين بالنسبة للأكشن بوينت الثاني 12.2 على Develop plans for restoring and reusing traditional knowledge in enhancing agrobiodiversity and food security. موضوع الفود سيكوريتي هو موضوع عام بشكل كبير، فهنا يتم إعادة صياغتها سواء على مثلا على الفود سوفرينيتي أو غيرها، أن يتم إعادة صياغة موضوع الفود سيكوريتي هان، لأن الأمن الغذائي هو موضوع كبير
وتوضيحاً شو دوره أو كديش راح يكون دوره في حماية التنوع الحيوي والبيئة. في الأكشن بوينت الثالث الأبلاي ووتر هارفستينج تكنيكس والميثودولوجيز، هنا في عنا موضوع يكون في الأبلاي تراديشنال ووتر هارفستينج تكنيكس أكثر اللي هي الطرق التقليدية في أنظمة حصاد مياه الأمطار. طبعاً على النقطة الثانية في عنا بدناش ننسى موضوع التوعية والتعليم على الممارسات التقليدية واستخدام النباتات بشكل مسؤول بدون ما يضر على البيئة والتنوع الحيوي. النقطة الرابعة بحاجة للتوضيح في توضيحات الأكشن بوينتات في التارجتس هي طريقة شو مصادر الدخل بالإضافة للفئات المستهدفة. لما بنحكي على Develop Biodiversity Capacity Building Programs مين الفئات اللي بدها يتم استهدافها بهاي البرامج، وكل فئة شو مدى تأثير هاي البرامج عليها. بالنسبة للنقطة السادسة، النقطة السادسة على توضيح على Genetic Resources إن في توضيحات في التارجت ساعتها لل 2030 لل 2050 بدأ يكون في توضيحات على أول إشي شو دور التوعية والتعليم البيئي في هذا الموضوع، على موضوع Genetic Resources شو مدى استفادة المجتمع من هاي الجينيتك ريسورسز الموجودة بالإضافة لبنوك البذور، مش فقط على المستوى الدولي ولكن يكون فيه كمان على المستوى المحلي على مستوى المزارعين بنوك بذور للحفاظ على الجينيتك ريسورسز هاي. 12.7 Develop Agro Ecotourism، هنا بدي توضيح أكثر على موضوع دوره في البيئة كديش هذا راح يكون تأثيره على مجال البيئة وتوضيح دوره فيها. باقي النقاط ما كان في تارجت 12 شيء كثير يعني بده مناقشة فيها. في مناقشات كانت على توضيح بعض المصطلحات أو إعادة صياغة بعض المصطلحات، هذا راح نمشي فيها. في تارجت 13 في عنا النقطة 13.1 Develop a system that enhances agro biodiversity for biodiversity protection and food production. أنا بدي يتم توضيح دور زي المركز الوطني للبحوث الزراعية ومراكز الأبحاث في هذا الموضوع. شو دور كل مراكز الأبحاث الوزارات وغيرها بشكل بحثي بشكل أساسي عشان تطوير هذا النظام. كمان عنا من ناح باقي النقاط فيها تمام. نقطة 13.5 implement more fair trade and organic agriculture including of diverse high value products. هذه إنها مش تكون طبعا النظام التجارة العادلة هو من المزرعة لطاولة المستهلك، ولكن كمان يكون في التارجتس لل 2030 و 2050 يكون واضح كمان مش بس على مستوى الزراعة نفسها ولكن كمان على مستوى التصنيع. هلا في النقطة 13.8 مهم توضيح لما بنحكي على domesticate more wild varieties طريقة الاستفادة من التنوع الحي وفي زيادة الدخل للسكان، وهذه يتم توضيحها سواء لازم يكون في الاكشن بوينت نفسها بالإضافة في التارجت لل 2030 و 2050. وآخر إشي أكشن بوينت تاي بدنا نتأكد إنها تكون واضحة ومشمولة في كل الاستخدام العادل أو خدمات النظم البيئية المقدمة، هي موضوع السويل بايودايفيرسيتي وشو دوره في كخدمات نظم بيئية كديش بيقدم لنا شو ممكن نستفيد منها. وهذه ممكن ورشة العمل اللي راح تكون يوم الخميس في مختصين هذول راح يعطوا على موضوع السويل بايودايفيرسيتي، وممكن من خلال هاي الورشة هي راح تعطينا أكشن بوينتس واضحات من ناحية السول باي دايفيرسيتي. بعد أي حدا مهتم بموضوع السول باي دايفيرسيتي والتنوع الحيوي في داخل التربة، ورشة العمل يوم الخميس بقدروا يحضروها، وأكيد راح نأخذ أكشن بوينتس تغطينا المطلوب منها. يعطيكم العافية.
يعطيكم العافية. في goal A إحنا group A can increase the protection and conservation measures to halt and to halt the decline and minimize loss of habitats and species. ناقشنا فيها طبعاً عنا 40 action plans. تم الاتفاق على بعض التعديلات عليها وبعض الإضافات. بالنسبة لتارجت 1 by 2030 have an update protected area and KBA network and that is logical, science and manageable. كان في بعض التعديلات على الأكشنز إنه ممكن نعيد ترتيبهن بحيث إنها تكون أكثر بالنسبة للأولوية كيف تكون ترتيبها حسب الأولوية مين الأول ومين آخر واحدة حسب البلانز وحسب البروتكتد أرياز. في في عنا تارجت 1.2 اللي هي 1.2 develop regulation and regarding private lands. هنا حكينا عن الناتشرال والكونزرفيشن. عندنا الاكشن 1.3 ضفنا عليها اللي هي الادابتيف اند ناتشرال كفر. بدل ما تكون اللي هي with natural tree cover اللي هي اللي أضفنا adaptive and natural cover. طبعاً عندنا target بالنسبة للكمان 1.3 action اللي هي set management plan. هاي حكينا إنه ممكن نشيلها لأنها هي أصلاً موجودة في target 5.2 اللي هي بتحكي عن الفايرز في ال اللي هو reduce habitat damage. فهي أصلاً موجودة بالtarget 5.2. عندنا التارجت 1.5 حكينا انه ممكن إزالة اللي هي عندنا اللي هي develop south Jerusalem hills وادي الكوف and وادي زرقاء العلوي as biosphere reserves. حكينا ممكن انها تكون نشيل الاسماء ونضيف انه 2 or 3 sites for biosphere reserves. نيجي على التارجت 2. بالنسبة لتارجت 2.1 حكينا بأن 2.2 اللي هي الـ rehabilitation of water springs and well سيفن. نرجع على تارجت 1.7 اللي هي ديفلوب بلانتس بدل ست اب ميكانيزمز. حكينا بدنا نعدلها لتصير بدل الميكانيزم اللي هي ديفلوب بلانتس بتكون شامله اكثر من الميكانيزمز. عندنا اللي هي target 3 اللي هي action 3.1.1 حكينا اللي هي create greening built in order to combat this desertification in particular near Mediterranean areas. هون راح نضيف كمان مناطق الإيران وتورانو areas لأنها هي الأكثر بصير فيها تصحر أكثر من الميديتيريان، فهي سيتم إضافتها على هاي النقطة. عندنا الـ 3.3 اللي راح نضيف اللي هي updated vegetation map. هون بدنا نضيف نقطة جديدة لحتى تصير اللي هي develop comprehensive biodiversity survey and prepare implant اللي هي الـ vegetation maps بالضبط. نقطة 3.4 إضافة اللي هي depending on soil types على
3.4 develop and implement the plans بنضيف كمان عليها depending on soil types to protect and enhance soil biodiversity. 3.5 هنا كمان implemented environmental interventions within urban areas to provide the habitats of the sustainability of biodiversity اللي هي in cooperation with the local governance. هاي سيتم إضافتها على هاي النقطة. عندنا 3.6 اللي هي develop germplasm and gene banks and seed banks and herbalism اللي هي الهيرباليوم اللي هي المعشبات. طيب هلا هون عندنا التارجت 4 نقطه 2 بنتم إضافة action تانية اللي هي enhance studies on occupation impacts on biodiversity إلى الهدف اللي هي target 4 اللي هي develop strategies with different scenarios and action plans to deal with the threats of occupation and colonization to biodiversity. عندنا التارجت 5 راح نضيف كمان اكشن بلان 5 اللي هي بوت اكشنز فور هوستينج ذا وايلد انيمالز وكمان الانتر اكشن اللي هي راح آلية تعامل السلطات مع الانتر اكشنز بين الانسان والكائنات الحية الاخرى وبالعكس. هاي راح نتم يعني إعادة صياغتها وإضافتها للتارجت 5. عندنا تارجت 6 راح هون يتم تعديل اللي هي ensure that the harvesting trade and use of any wild species in management in managed to protect biodiversity. ضي الصفحة. الملاحظات طبعا تبعت المجموعة الأولى كثيرة جدا لأن هي الأكشن الموجود فيها تقريبا بتشكل 50% من الاستراتيجية. هذه الملاحظات إحنا راح نعدلها وراح نبعث لكم إياها كلها للأربع مجموعات إن شاء الله بعد ما يكون منعدلها. فبناش نأخذ وقت كثير لأن الأوضاع في البلد شوية والطرق أصبحت يعني مش مريحة. عشان هيك أنا في عندي بس يعني بدي أخذ دقيقة أو دقيقتين من وزارة شؤون المرأة من زميلنا في عنده بعض الملاحظات العامة بدي يحكي لنا إياها على موضوع الاستراتيجية. تفضل. يعطيك بالعافية. هي يعني سام صحويل من وزارة شؤون المرأة. يعني في أنا كمل عندي تدخل الصحيح انذكر مجموعة منهم من التدخلات من الزميلات والزملاء اللي عرضوهن وفي مجموعة منهم ناقشناهم في المجموعات. بس ياريت يكون في سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي على مستوى البيئة وعلى مستوى الطاقة والطاقة المتجددة وكمان دعم لمشاريع التمكين الاقتصادي ذات العلاقة بالبيئة والطاقة وخصوصا احنا بنحكي عن توجهات حكومية بهذا الخصوص بالإضافة لبناء قدرات النساء في مجال الطاقة والبيئة ومراجعة الخطط للخروج بتوصيات مش بس وزارة البيئة كمان الوزارات الأخرى لأنه احنا في مرحلة التخطيط الحكومي كلها وبالإضافة لتقديم حوافز مادية ومعنوية للشركات التي تقوم بعمل مشاريع بيئية رفع نسب النساء في شغل الطاقة المتجددة وفي مجال الطاقة الخضراء وكمان توجيه الطلبة والطالبات في الجامعات لإجراء الدراسات يعني ذكرت في المجموعات في الأبحاث في مجال البيئة والطاقة. هذا بشكل إجمالي الملاحظات. يعطيكم العافية وشكرا. يعطيك العافية. نحن بنراجعها إن شاء الله بنأخذها بعين الاعتبار لأن ظل عندنا بس خمس دقائق مع الدكتور مازن وبتنتهي من الورشة إن شاء الله على الخطوات يعني القادمة إن شاء الله. Next step. شكرا لكم يعني على حضوركم وكل شيء. طبعا الشغل هاي مرحلة مهمة لكن المرحلة الجاية لسه أهم أنه هو كيف نحدد آليات النتائج هاي وتطبيقها وطبعا احنا يعني مثلا مين بده يعمل وكيف بده يعمل وين بده يعمل واتسطر هذا كله بده يجي للقاب اللي هي CBD حددوا لنا مراحل وإنجازات. فأنا حطيت بالألوان الأشياء اللي أنجزناها أو بعد التعديلات هاي بنكون
أنجزناها، وبالأحمر الأشياء اللي لسه ما عملناها، وبالأصفر الأشياء اللي نص عملناها. مثلا كيف أنه الان بي ساب يكون استراتيجياتها وشغلات هاي كلها عملناها ودخلنا الجندر فيها، هذول كلهم من الجايدلاينز تبعت السي بي دي. سينرجيز دخلنا أشياء لكن لسه بدأ شغل كثير على السينرجي والتواصل والشغلات هاي. ريسورس موبيلايزيشن بلان ما عملنا ولا شيء فيها، كيف بدنا نجيب المصادر اللي تساعدنا بتطبيق الاستراتيجية الوطنية والشغلات هاي. الهايلايت للكونتريبيوشن فور بايو دايفرسيتي ايكو سيستم سيرفيس من ناحيه علاقتها مع الفقر وحمايه الفقراء ما عملناش فيها شغل كثير وبدها شغل كثير. الكاباسيتي ديفلوبمنت عملنا جزء منها ولا نزال زي ما حكينا، مثلا بكره الجي اي اس بنشتغل عليه. انجيجينج انديجينس لوكال كوميونيتيز اللي هو طبعا انتو لوكال كوميونيتي فاحنا انجيج معاكم عملنا فيها. تراديشنال نوليدج دخلناها بالموضوع. سترينثن ناشونال انستتيوشنال ارينجمنتس لسه بدها شغل كثير هاي على الناشونال انستتيوشن، انه كيف نشغلهم مع بعض. النقاط الثلاثه الحمر اللي تحت هذول كمان لازم نشتغل عليهم، انه هو كيف نشتغل على ريجنال سب ريجنال ان سب ناشونال نتوركس، كيف نربط المؤسسات اللي بتحتاج تشتغل على الموضوع هذا بطريقه جيده. اللوكال اكشن، لانه هاي الان بي ساب ما بدها تيجي من فوق لتحت، حتى لو فوق وافق عليها مجلس الوزراء اللي بده يطبقها، وكل فلسطيني جنب كل محميه مثلا او في اي منطقه ثانيه، فهي شامله للشعب الفلسطيني بصوره عامه. Support local action هاي مهمة جدا يعني. Establish national mechanism including indicators to promote regional cooperation، يعني كيف نربط بين جنين وغزة مثلا، شو العلاقة بين جنين وغزة. فهنا بيجي عندنا في private وفي public sector. The private sector كمان business، اجتمعنا مع بنك فلسطين مثلا، شو علاقة the private sector بالشغلات هاي، وشو علاقة الببليك سيكتور وكيف نربطهم مع بعض. هذا كله جاي بخلال الشهر شهر ونص الجايات. احنا تأخرنا شوية على المشروع هذا، انه ركزنا على مشروع المحميات الطبيعية فلسطين، فتأخر شوية مشروع الان بي ساب. بس اخر شغلة بدي احط لكم هالكوت هاي من برنارد 2021، انه في عندنا خيار، يا اما احنا كشعب مش بس فلسطيني، شعوب العالم، يا اما نشتغل مع بعض ونكون طريقه لنعيش ونتعايش مع البيئه ويكون كلنا مبسوطين والحيوانات والنباتات كمان مبسوطه، او نؤدي لانهيارنا كمجتمعات، لانه بدون بيئه مش راح نعيش. فهذا الخيار هو اللي يعني قدامنا، واحنا ان شاء الله خيارنا انه يكون نشتغل مع بعض بطريقة قوية جدا. أنا حاب بس إنه أشكر كل اللي تعاون معنا، الدكتور عيسى محمد محاسنة، كل سلطة الجو للبيئة أماني، كل العاملين في سلطة الجو للبيئة، وأيضا طبعا الموظفين اللي عنا والمتطوعين زي محمد نجاجرة، محمد أبو سرحان، سارة، أمل حنضل، الياس حنضل، وطبعا دعاء حسين، وكل العاملين في هذا الموضوع. أنا هذا شغل كبير كبير ومش سهل، وبتطلب تعاون كل، وطبعا كل المؤسسات، فأنا شاكرين لكم لمساعدتكم. طبعا في نهاية هذا اللقاء بنشكركم جميعا على مشاركتكم، وبنتمنى نلقاكم في لقاء آخر، وراح إحنا نشارككم هذه الاستراتيجية بنسختها المعدلة يعني للناس اللي حضروا معنا وكانوا مشاركين. ان شاء الله هتكون في القريب العاجل، حتى ان احنا يعني تطلعوا على ما تم انجازه وما تم تعديله من هذه الاهداف الاستراتيجيه. والان بندعوكم للغداء اعتقد في القاعه اللي جنبنا. دكتور عيسى اسمح لي اتداخل بس فقط دقيقه. تفضل عبد الله عمر بحكي. دكتور عبد الله بس ارجوك انك تبعث لنا الاستراتيجيه هاي اللي عدلتوها اخر شيء، لانه احنا مشاركين والله كنا حابين نيجي، للاسف يعني متعارف شكل في الطرق، فانا
يعني والله كان يعني بشرفنا ان نشارك معاكم، بس للاسف الشديد اللي صار اليوم يعني بعين الله. بس على كل حال اذا تودي لنا اياه خلينا نحاول نضيف، خاصه انا فيما يتعلق مشروع الملقحات دكتور زي ما ذكرت، تودي لنا اللي عملتوه انتم خلينا نحاول نقترح احنا برضه شغلات ندير لكم اياها. تصير ان شاء الله دكتور. احنا بالنسبه لنا موضوع الملقحات والاستراتيجيه هي جزء من هذه الاستراتيجيه، واخذناها بعين الاعتبار، وراح احنا نبعث لكم اياها للمشاركين معنا حتى تطلعوا عليها، واذا في عندكم اي ملاحظات عليها. واحنا اعتقد في عندنا ورشه راح تكون مشتركه بيننا وبينكم حتى نعرض الاستراتيجيه تبعت اللي هي الملقحات في القريب العاجل. واحنا في سكشن خاص في الاستراتيجيه الوطنيه لكل الاستراتيجيات الفرعيه، سواء كانت لها علاقه بالانواع الغريبه الغازيه، للبايو سيفتي، للملقحات، كل ما له علاقه بالتناول الحيوي تم ادماجه في هذه الاستراتيجيه الوطنيه. يعطيك العافيه دكتور عبد الله. شكرا شكرا. حسب ما خبرونا في الفندق ان قاعه الطعام اصبحت يعني مجاوره لنا، مش في الطابق الخامس، فتفضل على زمان.